إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا ألم تروا كيف خلق الله فانتشروا ذلكم خير لكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها. بسم الله لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إلا فرارا. أخلص إلا لا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ولا نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.